الفلفل هواد اللتين هواد الخضره هواد. والناس كتغوت بالعاده والناس تعبت في السوق هيدا في الشباب كتعبت كتغوت بالعاده. السلام عليكم، انا حسن. هذا فاط علينا الواد سيدي، ما شماش نقول لك، احنا حياتنا وحنا عايشين هنا ما عمرنا شفنا هذا الشيء هذايا، هذا لاول مره ما عرفناش ما هو هذا التراب وهذا الحجار وهذا الشيء هذا هجم علينا لهنايا، المهم دمرنا البيت ديالنا باللغه العربيه، يعني راه ملي فلتنا احنا ولادنا هذا واحد الكرامات الله سبحانه وتعالى. واش نقول؟ صور باينه، ما عندي ما نقول، ما بقى والو. انا بعد الحوايج واخا بقاو لي لداخل بحق مكربصي، اما نسيبي ما بقى له والو، حتى المعلق الاخريه ما بقات له شي، كلشي دال ما طرطق هذا الحيط هذا مشى كلشي. هنا كان واحد جار فلت باعجوبه راه طاح عليه، راه كان نعس لداخل وطاح عليه، يعني كان داخل في البيت باش فلت، اما هو راه كان هنا في هذه المطعه هذاك راه مات الله يرحمه. يعني الحمد لله هادشي اللي كنطلب من الله، وكنطلب واحد النداء، واحد النداء من صاحب الجلالة الملك الله يحفظه الله ينصره الله يخليه ديما فوق راسنا، يشوف من حالنا، راه لا حول ولا قوة، ما عندنا جهد لا فين نمشي ولا فين نجيو. هادشي اللي كنطلبوا من السلطة، الله يجازيكم بخير. السلام عليكم. أنت كتشوف هادشي اللي وقع وقدرة الله وحكمة الله، وما عندنا ما نعملوا الحمد لله. دابا تشوفوا من الحالة هاد الناس، راه ثلاثة الأسرات انضرات، والواد اللي هاود هذا مع السوق هذا كامل مع الإصلاح هذا السوق هذا. ونطلبوا الله ونطلبوا من المحسنين والجواد، ومن اللي وقع هاد الشيء هذا مع جوج النهار راه وقعت كارثة، ودات عباد الله كاملة، وإن شاء الله كانت الروح غطيح والعيال مساكن خرجوا. وكل شيء كيبكي، كل شيء كيغوت، الحومة كاملة كتغوت، راه هادشي هذا بزاف، والناس ضاعت في الحيوط ديالها، في حوايجها، في رزقها، في كواغط ديالهم، في كل شيء ديالهم. هادي بعدا هذا خاي، وهادي اختي، وهذا الجار ديالنا. اختي ديالي، والنساء ديالها مساكن، ضروا مساكن، فهمتي، ضروا مساكن. انت كتشوف الله يحسن لها، ونشوف الصحافة يشوفوا، لوحة المأساة ما عندك ما تشوف فيها. الله يكون في العون. مساكن دابا ثلاث ايام ولا اربع ايام اللي قالت غير برا مساكن، قالت هنا كتشوفها هما كيصوروا، تشوف بعينك كلشي بحال المأساة، والله ما تصورش هكا هادشي ظل. هادشي الله بحال انسان تشوف من السلطات، انسان يشوف من المحسنين، تشوفوا مع الناس هادو مساكن، والله تشوفوا الحاله ديالهم تتاسف. الحمد لله هادشي ظل، وجا المساكن باغتا ما جا لهمش غير بالليل، والله الا ما كانش هادشي بالليل ما كانش هادشي بالليل ما تجبر ما تلقات فيهم بوبرين واحد واحد، والحمد لله اللهم لك الحمد. الناس بوبرين تفاجئوا فيهم، حنا عايشين في الناس تطلعوا الدور المساكن، شوف بحال المطاجي 61 سنه ما وقعت شينا غير خندق. الناس انت كتشوف بناو السوق في وسط الخندق، بناو المدرسه في وسط الخندق، وزاد كملت لهم ديك الطريق اللي عدوا ديك الحزام الاخضر، الحزام الاخضر اللي عدلوا زادت قدات عليهم مساكن. الله يلطف بينا. انت كتشوف خوانا ما نكذبش عليك، حط في هذه البلاصه هذه اللي فيها تفركوا من المهدر معاك، هذا دخل الماء، دخل عليا انا بالليل في ثلاثه دليل، ثلاثه دليل دخل عليا الماء، نوضت ولادي، نوضت هذي، تفرت خرجت لبرا، توقفت ديك الماء، توقفت كل شيء. احسن مع جوج د النهار، مع جوج د النهار ديك الشيء كنشوفو ما جي مع عند الله، ما عرفتش ما عرفتش راسي باش تبلي. نيت العوا ونيت كل شيء، قلت لهم نوضوا وزريوا الماء هذي الحمله، لقيت كان كالي ورا فاين ماشي تكالي، تكالي مولك الله سماش تكالي، ما عندك ما تكالي. صبرت هيدا جمع عليا الماء، دخل عليا الماء لهنا، باقي ما ترتق لا حيط لا والو، الماء فاط هنا بلا مبيسي لعندي الحوايج، حيت ترتقت ترتيقه واحده، مشاو لي كلشي بالفران بالقشوع بالبترينه بالمريو بالمطاربه بالكيمن بكلشي الزرابي كلشي مشاني، ما بقاتليش حتى شي حاجه، القشعه الاخريه ما بقات، معلقه الاخريه ما بقاتليش، حتى الملابس ديالي مشاو كلشي مشى، حتى شي حاجه. عباد الله دابا عن الناس المحسنين كي هذوك يدبروا علينا باش كنلبسوا، وهادي كنقوزوا الوقت ديالنا مع الناس صح. المحسنين اللي عطانا شي حاجه الله يجازيه بخير، واللي ما عطاناش الله يجازيه بخير، والله يرحم الوالدين ديالكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.